انا لاحظت الفتره اللي فاتت احنا عندنا حاله من البرجله في هذا القطاع، في كل واحد بيتكلم، كل واحد يغني على ليلاه. الناس بتتكلم في احنا استثمارات جديده ومدن جديده واجانب جايين على خير وبركه، يعني لا نمانع في اي شيء. بس ما ينفعش النهارده يبقى الجسم الاساسي والاستثمار الوطني الاساسي يتساب انه يموت. ما ينفعش ان انا استبدله اللي هم المصريين اللي بقى لهم 30 و40 و50 سنه في هذه الصناعه. تمام، النهارده في معاناه. عندك مريض لازم الاول تشخص مرضه وتعالجه، وعمر ما هيجي لك واحد من بره الا اذا كان اللي جوه مرتاح. تمام، فانت بقى عندك صناعه وطنيه قويه جدا اهملت، تدهورت، شاخت، لم تحدث. هو ده الواقع بتاعنا. هنا حضرتك بتتكلم على قطاع الاعمال وبتتكلم على كله خاص. انا بتكلم على، انا لا افصل بين الاثنين وبعض والفصل غلط، لان النهارده احد يعني الاهداف في هذا المجلس هو برضو العمل مع قطاع الاعمال. انا بالمناسبه عضو مجلس اداره في قطاع الاعمال كمان، وانا دلوقتي مشترك واحد من المشتركين مع زمايلي بقى لنا سنه وشويه في دراسه برضو كيفيه انقاذ ال 25 30 شركه بتوع قطاع الاعمال. ولا بد ان يحصل نوع من الاستفاده بين القطاعين. فانا بتكلم على القطاع ككل. هذا القطاع خطورته ان في حوالي 30% من اجمالي قوه العمل في مصر. القطاع ده يقدر يحل 30%. القطاع ده فيما يقرب من، اتمنى انه ما يكونوش تناقصوا، يعني لان ممكن الفتره اللي فاتت حصل تناقص، انما كان فيما يقرب من 1,200,000 عامل مباشر، قدامهم ما يقرب من 1.5 مليون غير مباشر. صناعات مغذيه ولوجستيه الصناعه. القطاع ده متقاطع مع عده وزارات ومع عده قطاعات اخرى. على سبيل المثال وزاره الزراعه متمثله في القطن وزراعته، البترول في الالياف الصناعيه، النقل في اللوجيستكس، فقطاع حيوي جدا. تمام، وقطاع النهارده ممكن يغير وجه مصر، لانه برضو اللي الناس مش فاهماه واتمنى ان زمايلي برضو المسؤولين يفهموه، هناك تغيرات في ديناميكيه الصناعه في العالم. التغيرات دي يعني مع الاسف لصالحنا ولا نستفيد بيها. يعني النهارده هذه الصناعه بتخرج تدريجيا من دول عظمى سبقتنا زي الصين، الهند، تركيا. تمام، بقى قدامهم حاجتين، يا يروحوا للي بنسميهم النيو كامرز القادمون الجدد، طبعا على راسهم دول جنوب شرق اسيا، بنجلاديش، سريلانكا، كمبوديا، فيتنام. لك ان تتخيل، انا بقول لحضرتك احنا صادراتنا مش مكمله 3 مليار. تتخيل انت فيتنام اللي امريكا مساحتها في الحرب، تمام، اللي عمرها في الصناعه دي 20 30 سنه، صادراتها تخطت ال 20 مليار دولار صناعات نسجيه بعد الهند. هل تتوقع، تتخيل حضرتك ان بنجلاديش وكلنا عارفين الـ البنيه الاساسيه بنجلاديش شكلها ايه والدنيا شكلها ايه و و و يعني لا تقارب بمصر، صادراتها من الصناعات النسجيه تصل الى 34 مليار دولار؟ هل حضرتك تعرف ان تركيا تفوق ال 22 مليار دولار؟ تركيا احنا الصناعه دي بداناها قبلهم. تمام، بنجلاديش بداناها قبلهم. فعشان كده احنا مشكلتنا ان واقعنا مؤلم. ألف به الإصلاح النهاردة إن أنا أتعايش مع واقعي، أعرف أنا فين. ما تجي أنا عشان كده النهاردة أنا واحد من الناس المعترضين لما نقول النهاردة إحنا الحمد لله زدنا صادراتنا 10%. لا، إحنا تأخرنا جامد قوي قوي قوي. أنا لازم الهدف يكون النهاردة لا سنويا ما يقلش عن 50%. في قطاعات لازم التزام ولازم نشوف ليه ما توصلوش 50؟ ليه؟ لأنك أنتوا يا جماعة تخلفتوا. إيه 3 مليار؟ إحنا لا نمثل، إحنا كنا من 15 20 سنة بنمثل 7 من 10% من حجم تجارة المنسوجات في العالم اللي هي بتتخطى 700 مليار دولار في السنة. إحنا النهاردة بنكملش 3 من 10%، يعني بلغة الأرقام والنتائج مقارنة ب 15 سنة فاتوا. تمام، إحنا نزلنا للنص. أنا ما أفرحش إن أنا بقارن نفسي بنفسي، ما أفرحش إن أنا بقارن نفسي إن أنا السنة اللي فاتت بعت كذا. لا، ده أنا حواليا دول، أنا عندي دول في شمال أفريقيا، المغرب وتونس، أدي مرتين. عندي قادمون جدد في افريقيا لازم اعمل لهم حساب. عندي بلد اسمها اثيوبيا، عندي بلد اسمها كينيا.